إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة، وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أصحابه وإخوانه الطيبين الطاهرين، ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، نقف مع قول الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الآية العلامة البارزة الشاهدة على ما ذكرت لأجله وسيقت له، فالله سبحانه وتعالى يبين في هذه الآية أن من آياته تبارك وتعالى الشاهد على وحدانيته وكمال حكمته وعلمه جل وعلا أن جعل لبني آدم من أنفسهم أزواجا. فالنكاح من شعائر الله تبارك وتعالى، واجتماع الرجل بالمرأة بهذا الرباط الشرعي آية من آيات الله تبارك وتعالى، وهي علم على عبودية العبد لربه سبحانه وتعالى، إذ بكلمة تستحل الفروج وبكلمة تحرم الفروج. هذا من كمال شرع الله تبارك وتعالى جل الله في علاه، أمر ونهي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إيجاب وقبول، طلب وعطاء. زوجتك موليتي قبلت زواجها، قامت المؤسسة التي سماها الله جل وعلا بأنها آية من آياته سبحانه وتعالى. له آيات كثيرة، منها آية النكاح، وإنما سميت آية لأنها تدل على حكم عظيمة وآلاء جسيمة ومصالح ومنافع عميمة عظيمة للعباد في معاشهم. فالله جل وعلا خلقهم وهو أعلم بما يصلحهم سبحانه وتعالى. ومتى ما بحث الإنسان عن منازعة لهذه الآية ليخرج عن طورها وإطارها الرباني وسياجها الشرعي، وقع فيما حذره الله سبحانه وتعالى منه من خطوات الشيطان والذهاب بعيدا معه إلى الفواحش والمنكرات، نسأل الله العافية والسلام. فهي مؤسسة مرعية من الله سبحانه وتعالى بتعاليم، بشرائع لها حدود ولها ضوابط، ليست سبهللا ولا يتبع فيها الأهواء، إنما هي كحالة العبد مع الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك مما يتعبد به العبد ربه تبارك وتعالى سبحانه وتعالى جل الله في علاه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، وخلق الزوجة من النفس لهذا الإنسان تذكير بوحدانية الله سبحانه وتعالى الذي قد كمل في غناه جل الله في علاه، فلم يتخذ صاحبة ولا ولد جل الله في علاه. فهي شاهدة على وحدانية الله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. واستنكر الله سبحانه وتعالى على الذين نسبوا له الولد، وقال سبحانه وتعالى: ولم تكن له صاحبة، أي زوجة، بخلاف المخلوق يحتاج إلى أن يتخذ زوجة، لأن الله جل وعلا جعل في هذا النكاح سببا لإنشاء الأسرة الإسلامية وإخراج النسل المسلم وتنفيس الشهوة بالطريقة التي يريدها الله سبحانه وتعالى، التي يحصل معها كمال المنفعة للعبد. وحذر الله سبحانه وتعالى من الزنا والفجور والخنا والفواحش، وحذر من اتخاذ الأخدان، وحذر من خطوات الشيطان، بل أمر ألا نقرب الزنا ولو من بعيد، فحرم إطلاق البصر، وأمر عباده المؤمنين والمؤمنات أن يغضوا من أبصارهم. فكان في هذه الآيات في سورة النور المفتاح لسلامة القلوب وحفظ الفروج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدركه لا محالة،
فزين العينين النظر، وزين اللسان الكلام، وزين الأذن الاستماع، وزين اليد البطش، وزين الرجل المشي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. صمام الأمان في كل هذا إقامة أسرة مسلمة، والاقتصار على الزوجة الصالحة. وفتح الله جل وعلا لعباده باب التعدد إلى أربعة أزواج لمن كان يطيق ذلك قدرة عدلية وقدرة بدنية ومالية. فجعل الله جل وعلا هذه الآية علامة شاهدة على إحكام الإسلام ورعاية الإسلام لحوائج الإنسان، وأنه وضع كل شيء في نصابه، وجعل لكل شيء مخرجا وفرجا من لدنه سبحانه وتعالى جل الله في علاه. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والخبر في الصحيحين. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، آية أخرى السكن والطمأنينة والهدوء وراحة البال والحال في النكاح، في إقامة الأسرة الإسلامية، ليس في الاتصالات والمغازلات، ليس في المعاكسات والمهاترات، فضلا عن الفواحش والمنكرات والعهر والدعارة والعياذ بالله، كما يدعو إليه العالم بأسره الآن من الكافرين والمنافقين، يدعون الناس إلى الفحشاء والمنكر عبر ما يسمونه بالعلمانية، ما يسمونه بالحريات، ما يسمونه بالمساواة، ما يسمونه باتفاقية سيداو، ما يسمونه بنكاح أو عمل قوم لوط والسحاق. هذه دعوات معلنة اليوم يتقلد كبرها الماسونية العالمية والصهيونية العالمية، وكلهم يخدم قضية واحدة، إلا أن المؤدى عندهم يختلف في بعض ملامحه ومواضعه. فالصهيونية العالمية تسعى إلى تعبيد العباد إلى الدجال، والماسونية العالمية تسعى إلى تعبيد العباد إلى الشيطان الرجيم. وإنما ذكرت هذا لأبين حيثية معينة في مسألة النكاح. فالصهيونة العالمية تحرص على نشر الفواحش والمنكرات، ولكنها لا تحارب النكاح، لكنها تزهد فيه وتيسر السبل المحرمة للاستغناء بها عن النكاح الشرعي. أما الماسونية العالمية فإنها تسعى إلى منع النكاح تماماً بين الذكور والإناث، ليستعاض عنه بنكاح الذكور للذكور والإناث للإناث، محاربة تامة لشرع الله تبارك وتعالى من كل من الفريقين، وكلهم يخدم قضية واحدة، الشرك والكفر بالله عز وجل. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. من هنا تعلم معنى قول جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة ورحمة في هذا العقد وفي هذا الإطار الشرعي تحصل المودة والرحمة، متى ما التفت العبد إلى هذه الأسرة واكتفى بها واتقى الله جل وعلا وغض بصره وأحصن فرجه سيجد في بيته المودة والرحمة. أما متى ما أطلقت للأبصار العنان وللخيالات ولتقليب صفحات الإنترنت والدخول في المواقع إلى كذا وكذا والنظر هنا وهناك، هنا يتأثر المنزل ويحصل فيه خلل في هذه المودة والرحمة. فالمرأة تنظر والرجل ينظر، نسأل الله العافية والسلامة. والدياثة تكثر والغيرة تقل، نسأل الله العفو والعافية. ويدخل الشيطان ليرجف بخيله ورجله في هذه الأسرة، نسأل الله العفو والعافية. ونحن في عالم انفتح علينا هذا الشر العظيم من كل حدب وصوب، فإلا نتقي الله جل وعلا وإلا ستخرب بيوتنا، نسأل الله العافية والسلامة. علينا أن نستمسك بهذه الآية، بهذا الميثاق العظيم، علينا أن لا نتخذ آيات الله تعالى هزوا. فقد حذرنا الله جل وعلا في سياق آيات الطلاق في سورة البقرة من أن نتخذ آية النكاح والطلاق هزوا. لا بد أن نقدرها حق قدرها، لا بد أن ننزل هذه الآية منزلتها، إنها من شعائر الله تبارك وتعالى، إنها من حرمات الله سبحانه وتعالى. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كلما حافظنا على هذه الأسرة رددنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين
والذي نفسي بيده إن أعداء الملة والدين ليحسدون أمة الإسلام على هذا النكاح، على هذا الرباط الشرعي، يريدونها فروج مباحة ونسل مضيع. هكذا أخبر الله جل وعلا عنهم في كتابه العزيز: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. الحرث موضع الولد وهو النكاح، والنسل نتاج هذه الأسرة التي أمر الله تعالى بإقامتها. يسعون في إهلاك الحرث والنسل، نساؤكم حرث لكم، يسعون في إهلاك الفروج وتضييع الذرية، هذا من أعظم أهدافهم المعلنة. ولهذا يعيشون نكبة عظمى، مشاهيرهم وكبراءهم ومن يضطرهم الحال أن يتلفظوا بالكلمات الصريحة الواضحة. امرأة بلغت من الشهرة ما بلغت وعندها من المال ما عندها تتمنى أن لو كانت أما في بيت مع زوج تسمع كلمة يا أمي من ابنها وترعى ذريتها، ولم تظهر على هذه الشاشات ولم تنطلق في هذه الأهواء يمنة ويسرة. سبحان الله. ويقلقون نساء المسلمين إلى الخروج وإلى التبرج ويمنونهن بالسعادة والرفاهية وأن هذا من الحريات وأن هذا كذا، وأن المنع من ذلك يعتبر اتهاما للزوجة ومحاصرة لها وعدم ثقة فيها، وهو إلى غير من الضلالات التي يسعون بها ليغشوا ويخدعوا هذه المرأة. نسأل الله العافية والسلامة. خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. وآخر يخرج يبجل الحياة الزوجية عند المسلمين ويتكلم بصريح العبارة عن هذا الميثاق العظيم الذي رعاه الإسلام وجعله ضوابط، كيف أنه كفيل بإقامة مجتمع صالح، كفيل بإقامة مجتمع مترابط، كفيل بإقامة مجتمع يرعى حقوق بعضه البعض الآخر. ولهذا هم يعيشون مجتمعا مفككا لا عروة له ولا عرى، لا عروة له ولا عرى، يعيشون هكذا سبهلا. نسأل الله العافية والسلام. كل يعيش لنفسه في الأسرة الواحدة، الأب شأنه لنفسه وكذلك الأم، الكل يشكل علاقات محرمة كما يشاء والعياذ بالله، والبنت تخرج وتدخل كما تشاء وكذلك الذكر. ليس هناك رباط، ليس هناك علاقة في هذه الأسرة. انتبه، إنهم يحسدونك على هذه النعمة فلا تفرط فيها. علينا أن نقدر هذه الآية حق قدرها. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأسرة في سياق الراعي والرعية. الراعي عليه واجبات وله حقوق، والرعية عليها واجبات ولها حقوق، فلا تكون الرعية صالحة متكاملة مترابطة إلا بهذا الرباط بين الراعي والرعية. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والأب راع ومسؤول عن رعيته، والزوجة راعية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه هي المؤسسة، هذه هي الأسرة. راعي يرعى من الذكور اسمه الأب، وراعية ترعى من الإناث اسمها الأم، ترعى ذرية يقومون بها على طاعة الله سبحانه وتعالى جل الله في علاه، لتتكون أسرة المشفقة التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها لعباده. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. يعيشون حالة الإشفاق خلافا للأسرة الأخرى التي تعيش حالة الاحتراب التي ستظهر على حقيقتها يوم يقوم الناس لرب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هذه حالة احتراب، عندما تكون الزوجة سبب في هلاك زوجها، والأبناء سبب في هلاك آبائهم، والأب سبب في إهلاك أبنائه وزوجته. هذا منزل المبعثر، هذا منزل ممكور به والعياذ بالله. متى يقع هذا؟ عندما تساس هذه الأسر بمعصية الله عز وجل، عندما يعشش الشيطان ويفرخ في تلك البيوتات. نسأل الله العافية والسلام. عندما يقل حظ هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها ويكثر هدي الشيطان الرجيم،
عندما يقل قراءة القرآن وتكثر الأغاني والمسلسلات والأفلام، عندما نجد منازعة واضحة لأوقات الأبناء بالإنترنت والأفلام والمسلسلات، والأب غافل في حياته والأم غافلة في حياتها، الكل مع هذه الموبايلات والأفلام والمسلسلات، نسأل الله العافية والسلام. إقلاق إلى المسارح والسينمات، وذهاب وإياب هنا وهناك إلى الحفلات الصاخبة الراقصة المختلطة بين الذكور والإناث، إصلاح الأجهزة متى تعطلت سريعاً من قبل هذا الراعي الذي لا أدري ماذا يرعى، نسي أنه يرعى إنسان مركب من جسد وروح، سعى فقط لإفساد روحه وتغذية بدنه، نسأل الله العافية والسلام. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسرانه؟ انهض إلى الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. أسعد أبنائك بطاعة الله عز وجل، يذهب سريعا ويصلح هذه الأجهزة ويعيدها مرة أخرى إلى بيته، لتبث الشرور والمنكرات والفواحش وقتل الحياء عند الذكور والإناث ونشر الفواحش في البيت، وربما كان أحد الجالسين الذين ينظرون إلى هذه الفواحش والمنكرات من قبلات يسمونها ساخنة وأحضان وتقلبات هنا وهناك بين الإناث والذكور والعياذ بالله، وينظر إلى هذه الفواحش معه ابنته العذراء وزوجته التي ينبغي أن تكون مليئة بالحياء، وابنه البكر بجانبه، ينظرون إلى هذه المواقف الخبيثة الشيطانية والعياذ بالله. ثم تأتي حلبات المصارعة برجال لا يكادون يسترون عوراتهم، ويجلس مع زوجته وبناته ينظر إلى هذا الخبث مرة أخرى، عورات مكشوفة وفتن عظيمة تعرض على ذكور المسلمين وإناثهم، وهو ينظر معهم، نسأل الله العفو والعافية من ضعف الغيرة أو ذهابها، نسأل الله العفو والعافية. فعلينا عباد الله أن نقدر هذه الآية حق قدرها، على الأسرة أن تكون مترابطة بشرع الله جل وعلا، الأب يقوم عليهم بالشرع، والزوجة تعينه على ذلك وترعى أبناءها بالشرع، والأبناء عليهم أن يستجيبوا لآبائهم وأن يخزموا نفوسهم وأن يتحملوا كل شيء في سبيل إقامة هذه الأسرة الصالحة التي هي موعودة بجنات النعيم، نسأل الله من فضل العظيم، وفي الحياة الدنيا موعودة بالحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لا تنخدع، السعادة ليست في الأفلام والمسلسلات، السعادة ليست في التبرج والسفور، السعادة ليست أن تكون مرأة خراجة ولاجة، السعادة ليست أن يكون الحبل على الغارب للأسرة تفعل ما تشاء وتقول ما تشاء، ليست هذه السعادة، السعادة فقط عند الله سبحانه وتعالى، يسعد بها من يشاء، وقد كتب السعادة والرحمة للذين يتقون، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرون بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هؤلاء أهل الفلاح والرشد، هؤلاء هم أهل الحياة الطيبة، هؤلاء هم أهل السعادة الحقيقية. فلا تظنن أن إقامة الأسرة هكذا بلا زمام ولا خطام، نعم النكاح مطلوب ومأمور به، ولكن عليك أن تسلك السبيل الشرعية وأن ترعى حدود الله تعالى في هذا النكاح، يبتدئ بكلمة وتنطلق معك تعاليمه يوما بعد يوم وعاما بعد عام، تعاليم كيف تسوس هذه الأسرة، كيف تقوم على الأبناء، كيف تعلمهم، كيف تربيهم، ماذا تقول إذا جمعت زوجتك، كل هذه أمور منضبطة في شرع الله تبارك وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، كلا أبدا معاذ الله. كانوا يعلمون الأطفال منذ نعومة أظفارهم قل آمنت بالله وكفرت بالطاغوت، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان في حديث ابن عباس في البخاري يعلم أصحابه إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليقل اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قدر بينهما الولد لا يضره الشيطان، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. تربية، هؤلاء رعيتك وليسوا عبادا عندك لكي تتصرف بهم بأهوائك، أنت وإياهم عباد لله،
أنت وزوجتك العباد لله تبارك وتعالى، عليك أن ترعى حق الله جل وعلا في هذه العبودية في نفسك وزوجتك وفي تربيتك لأولادك، وكذلك الزوجة وكذلك الأبناء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من آيات الذكر الحكيم. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وقد كثرت في الآونة الأخيرة الطلاقات، وانهالت التساؤلات عن كثير من المعضلات والمشكلات في بيوتات المسلمين، لأنهم ما رعوا هذه الآية حق رعايتها، لأنهم ما قاموا بها على مراد الله تبارك وتعالى، بل ربما معصية يبدأ بها حياته تنقص عليه حظاً من هذه الحياة، يهبه الله تعالى هذه الزوجة وييسر له أسباب النكاح، في حين أن كثيراً من الناس لا يجد ذلك، فيبدأ حياته الزوجية بحفلة صاخبة بفنانين وفنانات وموسيقى واختلاط ورقص. أبمثل هذا تشكر نعمة الله عز وجل؟ أبمثل هذا تقدر آيات الله سبحانه وتعالى؟ أبمثل هذا يستفتح العبد هذا العهد وهذا الرباط الشرعي؟ كلا والله عباد الله، إن هذا من كفر النعمة، ورب معصية ظهرت مغبتها بعد حين، ورب معصية استهنت بها ولها الأثر العظيم فيما يلحقك من السوء والضرر فيما بعد ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فإن الله جل وعلا هو التواب الرحيم سبحانه وتعالى، جل الله في علاه. انتبه، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، قاعدة عظمى بينها الله تعالى في سورة النور. هذه المشاكل عباد الله كثرت، والطلاقات كثرت بسبب ماذا؟ بسبب أن النفوس قد تسارعت في مراد الشياطين والعياذ بالله. هذه حقيقة بينها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر في صحيح الإمام مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أيس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن، وهذا هو الشاهد، ولكن في التحريش بينهم، التحريش بين الزوجة وزوجها وبين الزوج وزوجته، فهو رسول بينهما بالتحريش، يجعل من الصغير كبيرا ومن الدقيق جليلا، فإلا يستصحب القائمون على هذه الأسرة هذا المعنى الدقيق، وإلا سوف تتجارى بهم المشاكل إلى ما هو أعظم، حتى يعظم الرتق والفتق على الراقع فيقع الطلاق، نسأل الله العافية والسلام، وتتشتت الأسرة، وهذا مراد الشيطان، نسأل الله العافية والسلام. بل هذا من أعظم الفتن التي يثني بها الشيطان على جنوده. في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليضع عرشه على الماء ويبعث سراياه، فأعظمهم منه منزلة أعظمهم فتنة. في رواية يذكرون فتنهم بين يدي الشيطان، فيقول أحدهم: لم أزل به حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول الشيطان له: نعم أنت. وفي رواية فيلتزمه، يحتضنه أمام هذا الملأ من الشياطين والعياذ بالله، ليبين أن هذا قد قام بمهمة عظمى ومقدرة وفتنة كبرى يقدرها الشيطان ويقدر أصحابها، نسأل الله العافية والسلام. فعلى الزوجة والزوج أن يتذكر الشيطان أول بداية المشكلة، هذا أحد أسباب علاج مشاكل المنازل. أنت إذا تأملت في المشكلة التي تطورت وربما وصلت إلى المفتين أو الأشياخ في نهاية أمرها، إذا بحثت وسألت وجدت أن سبب المشكلة كان أمراً تافهاً يسيراً استشعر فيه الرجل قوامته بلا انضباط، هكذا يريدها قوامة بلا حكمة، بلا سعة صدر، بلا حلم، بلا عدل، بلا عقل، يريد هكذا أن يقهر المرأة على كل حال، وهذا خلل في القوامة. بل علي أن يستصحب أن قوامته لم تمس، لم يقل أحد بأنك لست أنت الرجل في المنزل، فعليك أن لا تضخم الأمر أكبر من حجمه، وأن لا تعطي المسائل أكبر من قدرها. فبعدم الانضباط في هذه القوامة
ينفعل الرجل مع شيء تافه يسير، ولا حرج أن ينفعل، لكن المشكلة عندما تغيب معاني القوامة أثناء الانفعال. ثم المرأة عاطفية تشعر بشيء من المعاني في نفسها فترد الكلمة بالكلمتين، هذا وارد. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة تكفر العشير، وقد بين عليه الصلاة والسلام بأن هذا سبب دخول كثير من النساء إلى النار. قال: رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء. قيل: بما يا رسول الله؟ قال: يكفرن. قالوا: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير. إن أحسن إليها الدهر كله ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. استصحب هذا المعنى، والمرأة عليها أن تستصحب هذا المعنى. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما يكشف هذه الحقائق للأسر لكي تستصحبها، لا لكي تتجارى مع الشيطان معها، إنما لتضبط أنفسها أثناء الخلاف والنقاش. فمتى ما وجد هذه المعاني انحصر الخلاف واندحر الشيطان بإذن الله عز وجل. ومتى ما تجارى الزوج مع قوامته الغير منضبطة وتجارت الزوجة مع عواطفها الغير منضبطة يحصل ما لا تحمد عاقبته، نسأل الله العافية والسلام. وفتش وانظر تجد أن هذا الأمر ماثل بين يدي مشاكل الأسر، مشكلة يسيرة جدا تحدث منها مصيبة كبيرة، ولو أنهم قدروها حق قدرها وأنزلوها في منزلتها لزال الإشكال منذ أول لحظة، ولكن الأمور تتجارى. عليك أيها الإنسان أن تتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أبي هريرة، لما جاءه رجل فقال: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. لم يزده على هذه الكلمات: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. هل معنى هذا أن الإنسان لا يقع له حظ من الغضب مطلقا؟ ليس كذلك، ولكن المقصود لا تغضب غضبا يعود ضرره عليك، بل اغضب الغضب المنضبط، الغضب الذي تضع فيه الأمور في نصابها، الغضب الذي يكون معك فيه عقلك وحكمتك، لا أن تذهب بعيدا مع هذا الغضب، والشيطان يقلقك في ذلك حتى تستطيش غضبا، وربما كسر آنية أو كسر طاولة أو رمى بكرسي، وكل هذا من الأخلاق الرذيلة الذميمة، نسأل الله العافية والسلام. وليست من الرجولة في شيء، الرجولة حقيقة أن تكون منضبطا، أن تضبط عواطفك ومشاعرك، أن تضبط قوامتك، أن تكون قواما على نفسك قبل أن تكون قواما على أسرتك. ولهذا أعطيت القوامة من معاني القوامة، القوامة لها معاني كثيرة، منها أن الرجل عنده هذه المقومات، عنده هذه المقدرات، بقي عليه أن يستغلها وأن يعمل بها، وأن لا يتجارى مع نفسه وهواه والشيطان في إقلاقه إلى ما لا تحمد عاقبته، نسأل الله العافية والسلام. إذن نقول للرجل والمرأة: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، اضبط غضبك، اضبط غضبك، اتق الله جل وعلا في أسرتك، وهي عليها أن تتقي الله جل وعلا في هذه الأسرة، فإنه راع وهي راعية كذلك، سماه الرسول صلى الله عليه وسلم راعيا وسماه هي كذلك راعية، فلا بد من التكافل في هذا المعنى. من أمور المعينة كذلك كثرة الدعاء، الدعاء، اقرأ القرآن، كثيرا ما يدعو الآباء لأبنائهم وأزواجهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ألح على الله تعالى بالدعاء، وإن كان البيت آمنا مطمئنا ساكنا زد في الدعاء، فإن الله تعالى يحب الدعاء ويحب العبد الملحاح، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ادعوا الله تعالى في سجودك في أوقات الاستجابة، سل الله صلاح الزوجة وصلاح الذرية، وكذلك المرأة تسأل الله جل وعلا صلاح الزوج والذرية، وكذلك الأبناء ممن عقلوا وفقهوا يسألون لآبائهم الصلاح، والأسرة المترابطة المتكاملة المتكاتفة المحبة لله ورسوله القائمة بدين الله تبارك وتعالى جل الله في علا. الدعاء، الدعاء يفتح المغاليق بإذن الله سبحانه وتعالى، ويحل الورطات بإذن الله تبارك وتعالى. وما من معضلة ولا مشكلة سلطت عليها الدعاء إلا استحالت يسيرة بإذن الله تبارك وتعالى جل الله في علا. الدعاء، الدعاء، الله تعالى أمر عباده به لكي يتصل به سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده مقاليد الأمور، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن جل الله في علا يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى.
بين عشية وضحى، بين لحظة ينقلب هذا الجحيم المنزلي إلى هدوء وطمأنينة بأمر من؟ بأمر الذي إذا أراد شيئا قاله كن فيكون سبحانه وتعالى جل الله في علاه. اتصل بالسماء، ادعوا الله جل وعلا، تضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى بصلاح الأزواج والذرية على كل الأحوال، اجعلوا جزءا من دعائك الثابت، اجعلوا جزءا من دعائك في سجودك دائما أن تدعو الله تعالى لزوجتك وأولادك بالصلاح والاستقامة. نعم دعونا لهم بالنجاح في أمور الحياة الدنيا والمكاسب وأن يتزوج وأن وأن، الصلاح الصلاح الاستقامة على شرع الله عز وجل، هذا الدعاء الذي يريده الله سبحانه وتعالى ابتداء، والباقي يأتي تبعا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إذا دعوت لهم بالتقى والصلاح جاءت الدنيا بعد ذلك. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لا تزهد في الدعاء، ولا يزهدك الشيطان في الدعاء، احرص عليه زوجا وزوجة وأبناء. الأمر الآخر وهو مهم جدا، ضرورة نفي أسباب الضلال في المنازل، فالشيطان يحوم حولها ويقلق إليها، وكلما قللت ذلك فاعلم يقين أنك قد سددت على الشيطان أبوابا ومنافذ إلى أسرتك. احرص أن يكون بيتك بيتا ربانيا، أن يكون بيتك على هدى محمد عليه الصلاة والسلام. لا تترك معصية ولا منكرا في بيتك، احرص وجاهد نفسك، احرص كل الحرص على الاستقامة ببيتك على طاعة الله سبحانه وتعالى جل الله في علاه، ستجد أثر ذلك في تعاملك وفي حياتك وفي البركة التي تطرح في منزلك. من أمور مهمة كذلك قراءة سورة البقرة، قراءة سورة البقرة، لا أقول فقط عبر المذياع والتسجيل، بل لا بد أن يقرأها أهل المنزل، يقرأها الأب أو الأم أو الأبناء أو الكل، فإنها بركة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، يفر. لاحظ كلمة يفر، أشد الجري من شيء مفزع مخيف، لا يهدأ له معه حال ولا يسكن له معه بال، يخرج مهرولا شديدا سريعا من المنزل. متى؟ إذا قرأت سورة البقرة. المنزل الذي يتعاهد سورة البقرة منزل فيه بركة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا الزهروين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. وأخبر بأن القرآن يأتي يوم القيامة تقدمه سورة البقرة، ثم قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة، أي إلا تقرأوا البقرة وآل عمران فلا تعجزوا عن البقرة. الأفضل والأعلى البقرة وآل عمران، إن عجزت فلا أقل من البقرة. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وإن تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. نحن في زمان البطلة، السحرة والمشعوذون والدجالون والعروق والربط إلى غير ذلك، الشياطين منتشرة في أمة الإسلام، بل هناك سحر بالمجان الآن والعياذ بالله، هناك من يحتسب لك على السحر، نسأل الله العافية والسلامة من الشرك والكفر والعياذ بالله، يتبرع بالسحر خلافا عن الحسد والعين إلى غير ذلك. وإذا كان ابن القيم في زمانه قبل مئات السنين يقول لو انكشف الغطاء لرأيت تسعة أعشار بني آدم بأيدي الشياطين يتلاعبون بهم، هذا في زمانه، فكيف لو رأى زماننا زمان الفتن التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. اقرأوا البقرة لتطردوا الشياطين، احرصوا عليها، أخذها بركة، بركة في المنازل، بركة في الأرزاق، بركة في الأزواج والأولاد، بركة بكل ما تحمل على الكلمة المعنى، بركة بالنكرة لكي تعم بركة. وترك هذه السورة حسرة، حسرة وندامة والعياذ بالله، ثم هي حصن حصين عن الشياطين والسحرة وأعوانهم ممن سموا بالبطلة في هذا الحديث. فعلينا عباد الله أن نقدر هذه الآية، آية الأسرة وآية النكاح حق قدرها،
وأن نحرص على المحافظة عليها والسعي في حلول مشاكلها، لا أن نكون في أدنى منعطف نتخلى عن مسؤوليتنا وتتكاثر المشاكل هنا وهناك. وقد ذكرنا من قبل أن معدلات الطلاق نسأل الله العافية والسلامة في تزايد مستمر، وأن المشاكل لا تعد ولا تحصى نسأل الله العافية والسلامة. فلنتق الله عباد الله في هذه الآية، عندها سيرحمنا الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من المرحومين أجمعين يا رب العالمين، اللهم اهدنا سواء السبيل يا أكرم الأكرمين، اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى، اللهم جنبنا ما تكره وتأبى، اللهم أري الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أري الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم لا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم لا تفرقنا معنا هذا إلا بذنب مغفور وتجارة لن تبور، برحمتك يا عزيز يا غفور، اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والزنا والزلازل والمحن وسائر الفتن يا رب العالمين، ما ظهر منها وما بطن، اللهم إن ندرأ بك في نحور الظالمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين، اللهم اكف العلمانيين والشيوعيين والجمهوريين والديمقراطيين وأعانهم من الكفار يا رب العالمين، اللهم اكفناهم بما شئت يا قوي يا متين، اللهم إن ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم، اللهم امكر بهم يا قوي يا متين، اللهم كدهم يا من بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير، اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم اذل الشرك واغفر المشركين، اللهم دمر اعداءك اعداء الدين، اللهم اجعل بلادنا هذه سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين، وردنا اجمعين اليك ردا جميلا يا رب العالمين، اللهم لا تفرق عمان هذا الا بذنب مغفور وتجاره لن تبور، برحمتك يا عزيز يا غفور، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم خص منهم الحاضرين والحاضرات والوالدين وطلبة العلم المجاهدين في سبيلك والدعاة لك من فضل الله في دنيا أو دين، برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من قوم الكافرين، ولا تجعلنا فتنة الذين كفروا برحمتك يا عزيز يا حكيم، واجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام واجعلنا مقيمين للصلاة برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.